معكم محمد من شيشاوة اللي مكلف بهذا المعيز البوار قادمة من جنوب إفريقيا، وهي سلالة لحوم تتميز باللحم ديالها، وسلالة الميزة ديالها هي أنها تمتاز تصل حوالي 120 كيلو حتى 130 كيلو، وهي سلالة نادرة. حاليا دابا في هذا المعرض كاين جوج أشخاص ما عندناش منافس اللي يتنافس معنا في هذه السلالة، لا ما دارولناش الكونكور ديال المايز. لا لا، هي سلالة إفريقية اللي راس ديال إفريقيا، ولكن هي موجودة في المغرب في منطقة شيشاو. سلالة دابا حنا بالنسبة لنا حنا عندنا شي 3 سنين دابا وهي عندنا هنايا في المغرب. الثمن ديال التفاح ما كيوصل المليون، مليون ونص. هذا هو الثمن ديالها، حيت قليلة في المغرب، هذا هو السبب اللي كيجعل الثمن ديالها مرتاح. تميز باللحم توزن ما بين 120 حتى 130 كيلو، وهي سلالة نادرة في المغرب. تنافس سلالة الأغنام من هنا القدام إن شاء الله. اللحم ديالها الجودة عالية، كيوزن كيمتاز بالوزن ديالو مقارنة بالمعيز ديال المعايز المحلية. المميزات ديالو خصها تكون هاد المواصفات نيت اللي صورتي، هي خصو يكون راس الحمر واصل حتى الأرض وفيه البيوضة من هذيك، راه مخصوش تكون لي طاش في هذيك البيوضية. هذه هي راس البوار، بوار قادمة من جنوب إفريقيا.